أسماء الله سبحانه وتعالى الحي القيوم، والحي مع القيوم جاءت في القرآن في ثلاثة مواضع: في سورة البقرة في آية الكرسي، وفي أول سورة آل عمران، وفي سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. وقال بعض العلماء أن الحي مع القيوم هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. الحي ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا ألحقها فناء، والقيوم هو الذي قام بنفسه وقام غيره به. فالله سبحانه وتعالى مستغني عن كل شيء، وكل شيء مفتقر إليه. فالحي كمال ذاتي، والقيوم كمال سلطاني، وإذا انضم الحي مع القيوم كان حسن على حسن، واجتمع الكمال الذاتي والكمال السلطاني. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، لأن ما سوى الله سبحانه وتعالى خلق عبيد يموتون، والله سبحانه وتعالى هو الحي الذي لا يموت. لا يموت لكمال حياته سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن نلتجئ لغير الله، لا يمكن أن نتوكل على غير الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن نفتقر إلا لله سبحانه وتعالى. وتوكل على الحي الذي لا يموت.